مرحبا الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء. انتقلنا من الجولة الأولى والمرحلة الأولى وثمانية أشواط لهجن أصحاب السمو الشيوخ، انتهينا منهن وبدينا بالمرحلة الثانية. الآن هو الشوط الأول الرئيسي لفئة اللقاية اللي هجن ابناء القبائل مع الأربعة كيلومترات، ويعتبر الشوط الأول والرئيسي لهذه المجموعة القوية التي تتشارك في هذا التحدي. نرحب بشعار بن كليب، نرحب بشعار بن كليب على مقدمة الشوط. ملايين عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب من يقدم ملايين على المركز الأول، لتليها على المركز الثاني. المركز الثاني القادمة اللي هي ختلة، ختلة سعيد بن حارب بن خلفان بن محمد النيادي، قمت ختله وحبي واقول مله هالظبي، هذه ختلة اللي في المركز الثاني. اما المركز الثالث، المركز الثالث عندك يا ابو راشد، عندك يا سعيد بن سهيلة بن دليوي، قادم مع محنة، قادم مع محنة سبوق، ومن بدأت تسبق يقول الشاعر 3 سنين رقمها الاولي وتحطم التيمات. هذه اللي قيلت في محنة، هذه الأبيات اللي قيلت في محنة. نعم نشوف المركز، المركز الرابع، المركز الرابع، وين المركز الرابع سايل يا نايف؟ هذا شعار المنصوري بن دري، بن دري قادم على مثايل مسلم بن علي بن دري المنصوري، وهني أيضا بالمركز الخامس أقول غازية ومنصور بن سالم بن علي بن سليم الاشتبي، خطير بن سليم لا تأخذون منه ولا تمنون منه، هذا اخطر من خطير ترى. اشوف هناك ايضا الشعار اللي بدا ايضا يفرض وجوده، هاجم هجمه لا تنصد ولا تنرد مع العزوم راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، وعندنا ايضا قرار وسيف بن عبيد الرايحي، الرايحي العليلي. يلا يلا يا اهل السوان يلا، امس ماخذين لهم شوط، امس ماخذين له شوط قوي، ويبحث اليوم عن شوط اللقايه، ويبحث اليوم عن شوط اللقايه. هذه تقريبا المجموعه الاولى التي اعلناها على مسامعكم، ان عوده مره ثانيه، ان عوده مره ثانيه الى صلب المعركه. ابو محمد الله يا راعي ملايين، يا راعي ملايين، في راسه، في راسه 30 مليون، وفي راسه 30 مجنون، وفي راسه 30 الله شيطان. هي الان يعني مندفعه، ولكن عندها اللي ينافسنها على الملايين، ختلة النيادي حاضره، وابن دريوي حاضر ايضا يقدم محنه الله شكلا لوحه جميله، لوحه تراثيه في المقدمه. نشوف المركز الرابع، وين المركز الرابع؟ المركز الرابع اللي هي هناك قرار سيف بن عبيد بن سعيد الرايحي العليلي، والمجموعة الثانية اعذرونا يا بن دري المنصوري، اعذرونا المجموعة الثانية بعيد عنا، بعيد، ما عندنا إلا كادر واحد، وهني أيضا معداتنا ما تكفي إلا حق المقدمة، حق مقدمة الشوط اللي يبقي الإذاعة يتقرب بن منجاوز راعي ختله بدأ أيضا يعني يفرض هيبته، يفرض وجوده، يفرض ايضا هذا الشعار اللي بدا يتقدم الان على المركز الاول. ولكنك احذر، والله احذر، احذر من هالهباب، احذر من هالهباب، تراهم خطيرين 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 خطيرين. بن دريوي يتابعك خطوه بخطوه، وبن كليب ايضا يتابع الموقف، يراقب الموقف، ولكن عنده هذا يعتبر انسحاب وهمي، يعتبر انسحاب وهمي من بن كليب، ولكن جس نبض هذه المجموعة. والنيادي قادم بقوة، وابن دريوي وابن كليب، وفي معركة طاحنة، في معركة طاحنة. الله 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 الله، بدينا نغادر لوحة الكيلومتر، والعصي نايمة في الابطان، والعصي نايمة في الابطان، بين اللي هي ختلة السعيد بن حارب بن خلفان بن محمد النيادي، وبين ايضا محنة راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي، وهناك عبد العزيز بن سيف بن علي
علي بن كليبة على المركز الثالث، وقول يلا 1 2 3 سكت على الابطان والموقف يبي يشد الحزام، سوقوا على الاول يا ملاك الحلال، او حركوا ويحرك اللي بيحرك، او يا بندليوي يا بندليوي عندك النيادي من اصعب واخطر المضمرين والمشاركين في هذا الشوط. الله 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 الله، بدت المعركه الحقيقيه بدون سيف وبندق وجنبيه، ولكن اشوف الامور هاديه الى هذه اللحظات. حرك بندليوي، حرك النيادي، حرك بندليوي، حرك النيادي، ومن عنده الزود، ومن عنده الزود، ومن عنده الختله، ومن عنده الختله، النيادي وبندليوي يحاول مع محنه، الناموس حاير طاير، النيادي خطير، النيادي سريع، النيادي خطير، وبدا يتقبل هذه المعركه بصدر رحب، وبدا ايضا يفرض وجوده وهيبه ختله. المحاولات من محنه بندليوي، اللحظات الاخيره، الناموس وين؟ الناموس النيادي، والنيادي الناموس، وسلام يا راعي ختله، سلام لسعيد بن حارب بن خلفان بن محمد النيادي الثاني، سعيد بن سهيل بندليوي المركز الثالث عندك يا راعي العزوم، راهد بن محمد بن عمير الراشدي الرابع عندك يا بن كليب، والخامس عند بن حميدان. وهذه النتيجه مشاهدينا متابعينا، 6 دقائق 15 ثانية، 6 دقائق و15 ثانية، الناموس يا راعي ختله، ناموس ختلكم، واستطاع انه يختل وياخذ المركز الاول بكل عزم، بكل اصرار، بكل فوز، بكل ناموس. سلام يا راعي ختله، سعيد بن حارب بن خلفان بن محمد النيادي، سلامات.